وهذه الأشجار؟ آه، كم أنت رسام ماهر أيها القرد. شكراً شكراً. انتبهي من فضلك. آسفة، لم أنتبه. ما هذه؟ هذه قارورة الحبر. قارورة الحبر؟ نعم، أضع قلمي الخشبي بها هكذا، ثم أخرجه وأرسم على الورق. قا 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 قرد، قارورة، قلم، ورق. إنه حرف القاف. نعم نعم، وماذا ترسم الآن؟ أرسم خريطة الغابة لأصل من خلالها إلى الكنز. أعجبني تفكيرك أيها القرد، لكن ما رأيك أن أساعدك بطريقة أخرى أفضل؟ أفضل؟ كيف هذا؟ تعال معي. هيا اكتب كلمات بحرف القاف. قلم، قطار، قنفذ، قروش، قرع، بقرة، سوق. جميل، هلا لونت حرف القاف في هذه اللوحة. قلم، قطار، قنفذ، قروش، قرع، بقرة، سوق. انتهيت. عظيم، بقي أن نساعد صديقا جديدا.